إسرائيل نفذت عمليات اغتيال خطيرة تجاه واحدة من أهم الوحدات اللوجستية والاستراتيجية الخاصة بحزب الله اللبناني، وآخر هذه الاستهدافات كانت ليلة يوم أمس باتجاه العمق السوري، وتحدثت عنها العديد من الوكالات المهمة مثل رويترز والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذه هي كانت اللحظات الأولى لعملية الاستهداف. كما نلاحظ، الاستهداف جاء باتجاه منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وكانت هنالك العديد من الأضرار التي طالت المدنيين أيضا، ولم تطال فقط الأهداف التي كانت تبحث عنها إسرائيل من خلال هذا الاستهداف. ونلاحظ هنا من خلال هذه الصورة تكشف لنا طبيعة هذا الموقع، وتلاحظ وسنلاحظ أيضا طبيعة هذا الهدف المهم الذي استهدف. نلاحظ هذا المبنى بشكله المميز، هنالك مبنى مشابه له أيضا ولكن لا يأتي متوازيا معه بنفس الاتجاه، وهذه هي نقطة الاستهداف، مساحة مفتوحة متواجدة فيها العديد من الأشجار، والأهم من ذلك هو سطح هذا المبنى. هنالك عددا من ألواح الطاقة الشمسية المميزة نوعا ما هي التي ستميز هذا المبنى عن المباني المجاورة له وتحدده بشكل دقيق. بالتالي إذا ما اتجهنا مباشرة إلى منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، هذه هي نقطة المباني التي كانت قد استهدفت بالتفافة بسيطة هنا تقريبا ب 180 درجة. نلاحظ من الأسطح لهذه المباني السطح الوحيد المتطابق مع ألواح الطاقة الشمسية تقريبا بنسبة 90% هو هذا المبنى تحديدا. تلاحظ تقريبا هي متطابقة على لوحة الطاقة الشمسية في الوسط. طبعا الصورة نوعا ما قديمة حتى العام الماضي بحسب القمر الصناعي وآخر تحديث له، ولكن هذا هو المبنى الوحيد المتطابق مع ما رأيناه، خاصة عندما نطابقه مع الصورة السابقة التي تحدثنا عنها، هي توضح لك بأن فعلا هذا هو المبنى المتطابق والذي كان قد استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي. التفاصيل تحدثت بأن طائرة مسيرة هي التي قامت بضرب هذا المبنى في نهاية المطاف من قبل الجانب الإسرائيلي. هم كانوا يرصدون عناصرا هي التي كانت هدفا بالنسبة لإسرائيل. جاءت طائرة مسيرة وضربت هذا المبنى من هذا الاتجاه كما لاحظنا. الأمر أدى في بادئ الأمر إلى سقوط العديد من المدنيين بسبب أنها منطقة مكتظة بالسكان والمدنيين، وهذا الأمر أدى مبدئيا كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 6 من المدنيين، هنالك عدد من الجرحى أيضا، ولكن كان هنالك 4 عناصر قد قتلوا بهذا الاستهداف. عنصرين من هؤلاء العناصر تحدثت عنها العديد من الأوساط السورية هم من عناصر حزب الله اللبناني. لا بل فجأة جاء انتل تايمز العبري ليقول بأن الحاج سامر هو الذي كان قد اغتيل، والحاج سامر هو تابع ويعمل لدى الوحدة 4400 تابعة لحزب الله اللبناني، وهذه الوحدة هي التي تنسق عمليات نقل الأموال والأسلحة بين فيلق القدس الإيراني وبين الوحدة 4400. والمثير للانتباه هنا كما نشر انتل تايمز بأن في 7 أيام الماضية مسؤول هذه الوحدة كما تلاحظون هنا كان قد اغتيل، وهو الحاج فادي اغتيل هنا في بيروت في شقته أيضا تقريبا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، قتل طبعا مع أخاه وهو حسن جعفر قصير، اسم الحاج فادي هو محمد جعفر قصير، وطبعا ومعهم عناصر آخرين يبدون ويبدو بأنهم يعني قريبين على بعض من نفس العائلة طبعا، ولكنهم منتمين لحزب الله اللبناني كما تحدثت بعض الأوساط المتخصصة بشأن حزب الله اللبناني في داخل لبنان، وهو مقرب أيضا من السيد حسن نصر الله ويرافق أيضا الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا من خلال هذه الصورة في إحدى الزيارات وهو يجلس خلف الرئيس السوري بشار الأسد عند لقائه السيد حسن روحاني الرئيس الإيراني الأسبق. واضح بأنه يجيد اللغة الإيرانية أيضا ويقوم بعملية الترجمة، وهو صاحب واضح بأن هنالك ثقة كبيرة به من قبل الجانب الإيراني أو السوري أو حتى في الضاحية الجنوبية أو في بيروت التي اغتيل فيها. وهذا الرجل اعتبرته العديد من المصادر بأنه شخص مهم للغاية على مستوى الأموال ونقل الأموال والأسلحة لصالح حزب الله اللبناني. لا بل أن صباح يوم أمس قبل الاستهداف الذي جاء باتجاه المزة كان هنالك استهدافا آخرا باتجاه الضاحية الجنوبية كما تلاحظون هنا بالقرب من مطار رفيق الحريري. تلاحظ هنا أن طائرة تهبط طبعا كما نلاحظ، وهذا الاستهداف اتضح بأنه استهدف رئيس منظومة الأركان في حزب الله اللبناني سهيل حسين حسيني، وهذه المنظومة أساسا واحدة من أهم أعمالها هي أيضا توزيع الأموال والأسلحة على الوحدات في الداخل، الوحدات الخاصة بحزب الله اللبناني. أيضا ما هو مرتبط بهذه القصة في الأيام القليلة
الليلة الماضية كانت هنالك استهدافات إسرائيلية كبيرة في الداخل السوري تجاه مخازن الأسلحة الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران وحزب الله اللبناني في حمص وفي حماة، وكانت هنالك صور ولقطات لطبيعة هذه الانفجارات والاستهدافات. تلاحظ من المستودعات أن هنالك أسلحة تتفجر شيئا فشيئا، واضح بأننا لسنا أمام مبنى عادي هو الذي استهدف. هذه صورة أخرى من طبيعة هذا الاستهداف، وكانت هنالك صور محدثة من القمر الصناعي لطبيعة ما جرى باتجاه حماة وحمص. على سبيل المثال نتجه إلى حماة، سنلاحظ إلى شرق حماة على مسافة ما يقارب 21 كيلومترا هنالك مخازن للأسلحة. كان هنالك تحديثا لصور الأقمار الصناعية توضح أن هذه المستودعات هنا بهذا الاتجاه هي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي. لاحظ هذه الصورة قبل تحديدا تجاه هذه المخازن، لاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد. هذا هو الدمار الكبير الذي طال كل هذه المخازن التي نراها أمامنا. كذلك باتجاه حمص أيضا ستلاحظ أن هنالك أيضا مستودعات للأسلحة هي التي كانت هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. إلى جنوب حمص على مسافة ما يقارب 10 كيلومترات هذه هي المستودعات، والمستودعات التي استهدفتها إسرائيل بحسب تحديثات القمر الصناعي هي هذه المستودعات تحديدا هنا في هذه النقطة. لاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد، واضح جدا تغير اللون وأن هنالك انفجارا قد طال هذه النقطة تحديدا. بالتالي إذا ما جمعنا كل شيء سنرى بأن القصة واضحة، بأن إسرائيل هنا تستهدف كل شيء مرتبط بالأسلحة والمال، مستودعات الأسلحة إن كانت في حمص أو في حماة، وحتى نتحدث هنا عن الوحدة 4400 وكذلك رئيس منظومة الأركان في حزب الله اللبناني، وحتى الوحدة 4400 ومسؤولها في بيروت أيضا كان قد استهدف. وبالتالي هذا يوضح لك إلى أن إسرائيل تضرب مستودعات الأسلحة لمنع الأسلحة أساسا من الدخول إلى داخل لبنان، ليستفيد منها من؟ حزب الله اللبناني طبعا، وبكل تأكيد في مواجهة الجانب الإسرائيلي في ظل معركة برية كبيرة يخوضها حزب الله اللبناني. وأيضا إلى أن إسرائيل ضربت كثيرا ولا زالت تستهدف النقاط الحدودية بين لبنان وبين سوريا بهذين الاتجاهين، واستهدفوا هؤلاء العناصر الذين تحدثنا عنهم، هم العقول المدبرة، هم مدراء عمليات نقل ماذا؟ نقل الأسلحة، نقل الأموال طبعا، ونقل جميع الأسلحة إن كانت من سوريا مباشرة إلى جميع هذه العناصر وهذه المنظومة، ومن ثم هذه المنظومة تنقل هذه الأسلحة وتوزعها مع الأموال، مع الرواتب، مع الاحتياجات لهؤلاء المقاتلين مباشرة، وهم متوزعين في عملية مواجهة إسرائيل في تقدمها البري. بالتالي إسرائيل الذي قامت به هي اختالت كل هذه العناصر، عطلت تماما كل عمليات النقل للأموال وللصواريخ، وعطلت أيضا كل ما ينقل في داخل لبنان لحزب الله اللبناني مع استهداف القادة، مع استهداف الاتصالات وقطع الاتصالات. لاحظنا من عمليات البيجرز وغيرها من العمليات أن الوضع الآن بدأ يزداد سوءا على حزب الله اللبناني بكل تأكيد، وكذلك إلى أن إسرائيل وسعت من منطقتها العسكرية ومنطقة عملها العسكري، والآن أصبحت المنطقة العسكرية تقريبا هنا في هذه المنطقة التي نراها باتجاه البحر المتوسط باتجاه صور. طبعا هذه هي الصورة المحدثة من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة تحديدا، أي أن المناطق العسكرية أصبحت بهذا الشكل في شمال إسرائيل باتجاه جنوب لبنان كما نلاحظ. لا بل أن إسرائيل الآن بدأت بتجريف المنازل في جنوب لبنان، منظر يشبه تماما ما شهدناه ورأيناه خلال حرب قطاع غزة، إن كان في شمال قطاع غزة أو وسط قطاع غزة أو في بعض النقاط الحدودية الموجودة إلى جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل أو غيرها من هذه المناطق. بالتالي بالنسبة لإسرائيل بدأت تجرف هذه المباني، الأمر واضح طبعا في مارون الراس، وأيضا هو واضح في كفر كلا وحتى عديسة مرج عيون، هنالك حركة للدبابات كبيرة في تلك المنطقة. على سبيل المثال هنا هذه اللقطة تلاحظ بأن إسرائيل فجرت إحدى المنازل الموجودة التي يبدو بأنها مقر أو تستخدم من قبل حزب الله اللبناني، لكن هي بدأت تدمر هذه المنازل وهي قريبة من الحدود مع إسرائيل. تلاحظ من خلال الصورة بأننا أمام منظر واضح جدا لطبيعة تشكيلة هذه المنازل، هذا هو المنزل الذي كان قد دمر، ونلاحظ أيضا بعض علامات تميز هذه المنطقة لكي نتأكد من طبيعة هذه النقطة وأين كانت قد استهدفت. وسنلاحظ إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي الآن بسرعة
سنلاحظ بأننا أمام كفر كلا هي التي بدأت إسرائيل بتجريفها الآن. لاحظ هذه الصورة من القمر الصناعي المتطابقة مع ما رأيناه، نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي الآن وسترى فعلا بأننا أمام نفس المنظر لنفس المباني بالضبط التي نتحدث عنها. هذا هو نفس المبنى الذي كان قد استهدف، وهذه هي كلها نفس الطرق كما نلاحظ. بالتالي إسرائيل بدأت بعمل كبير، هي تحاول خلق منطقة آمنة هنا في الداخل من خلال تدمير كل هذه المنازل وجرفها بالتمام والكمال والتقدم بشكل أكبر. كذلك في عديسة مرجعيون كما تلاحظون أن هنالك لقطات لدبابات إسرائيلية تتحرك في هذه الشوارع الفرعية بين الحدود الإسرائيلية والحدود اللبنانية، وظهرت من خلال صورة واضحة توضح هذا المنظر مع هذا العمود مع هذا المبنى مع هذه المنطقة المرتفعة، وتظهر دبابة وهي تتحرك بهذا الاتجاه. يبدو أنها كانت تأخذ هذا الطريق وتحاول السيطرة عليه وتبحث عن عناصر حزب الله اللبناني بكل تأكيد في هذه المنطقة. وستلاحظ هذه هي نفس الصورة، هذه هي الدبابة الإسرائيلية، وتلاحظ بأننا أمام نفس النقاط ونفس المواقع وهذا هو الجبل. بالتالي واضح جدا إلى أن هذه الدبابة تتحرك في هذه المنطقة باتجاه نفس الطريق، ليس هنالك شيئا مختلفا أبدا. وهذه الصورة القادمة من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تظهر لك نفس المظهر لهذه الدبابات، وكذلك تظهر أن عناصر من الجيش الإسرائيلي يتحركون يمينا وشمالا يبحثون عن عناصر حزب الله اللبناني لتأمين هذه المنطقة لبناء قواعد جديدة والبدء بالتقدم بشكل أكبر باتجاه النهر الليطاني، وقد يكون حتى ما بعد النهر الليطاني. وإسرائيل تقوم بكل هذه العمليات التي نتحدث عنها في ظل ترقب لاستهداف وانتقام إسرائيلي من الهجوم الإيراني الكبير الذي شهدناه في الأول من أكتوبر. المثير أن هذا الأمر قد تطور بشكل خطير الآن، حيث أن وزير الدفاع الإسرائيلي كان من المفترض أن يكون متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ألغى هذه الزيارة بسبب من؟ بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو الذي قال له لوزير الدفاع الإسرائيلي بأن مجلس الأمن الإسرائيلي لم يوافق على زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية. وثاني مسألة بأن على الرئيس بايدن أن يتصل بي أولا وأن يتفاهم معي قبل أن أسمح لك للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يأتي في ظل أن التصريحات الأمريكية وما تتحدث عنه الأوساط الأمريكية مثل NBC نيوز قالت بأن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة غير مطلعة تماما عما تخطط له إسرائيل باتجاه إيران. لا بل إن الوول ستريت جورنال نقلت بأن المسؤولين الأمريكيين منزعجين تماما، لديهم إحباط عالي من أن إسرائيل لا تشارك كافة الخطط التي تنفذها إن كانت باتجاه قطاع غزة أو جنوب لبنان أو ما تخطط لتنفيذه مباشرة باتجاه إيران. وهذا يأتي في ظل معلومات تتحدث بشكل واضح أن هذه الضربة ستكون كبيرة وكبيرة للغاية، وعن طريق موقع أكسيوس الذي ذكر اليوم أن رد إسرائيل من المتوقع أن يكون كبيرا ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الضربات الجوية على أهداف عسكرية في إيران وهجمات سرية مثل تلك التي قتلت زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران. وفعلا الرئيس الأمريكي جو بايدن كما تحدث موقع أكسيوس سيتصل ببنيامين نتنياهو من أجل التفاهم على طبيعة هذه الضربة ومن أجل خلق خط حقيقي للتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل امتصاص الغضب الإسرائيلي من الهجوم الصاروخي الهائل الإيراني الذي طال العمق الإسرائيلي. بالتالي نحن أمام ظروف استثنائية فعلا في لبنان، أو إن كانت حتى مما ممكن أن يكون قادما باتجاه إيران.